له إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها نماتك ومنان كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أحسن مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومنان